ما كانش سهل الماتش صراحه. مره كتبغي تقلق بحال في الاخر ملي كتكون في لو بون تشوف كيفاش عرقان. غنقول لهم برافو عرفوا يجيبوا هاد النقطه هادي اللي مهمه بحال اللي قلت حنا اللي كاملنا هي ندوزو. بون كنا باغيين نربحوا بدينا مزيان الماتش عندنا الفرص باش نقتلوا الماتش ما مركناهمش. ومن بعد رجعنا في ديك دوزيام ميتون شويه ان بو دو فاتيك شويه ديليتانت هادو اللي دخلوا كانوا يقدروا يديروا كثار ان بو دو مانك دو كونسونطراسيون في الاخر التعادل لوجيك بين لي زوكازيون اللي عندنا حنا في بريمير وما في دوزيام كانوا يقدروا يقتلونا في الاخر حتى حنا عندنا دي سيتواسيون. فوالا سي ان بون بوين سي ان بون تيست بالنسبه لينا باش حتى حنا نعرفوا ملي اي ماتش ما غاديش يكون سهل والماتش مع الجوج خرجنا منه بالتعادل هذه اللي كاملين. وليد هذاك لو تو ديفيكاسيتي هضرتي عليه ملي كتجيك الكره خصك تقتل المباراه في الجوله الاولى كنا ممكن نتفاداو ربما الضغط اللي عشنا طيله دقائق المباراه اليوم. لا ليفيكاسيتي علاش اون بروميير ميتون ملي عندك هاد لي سيتواسيون مي سي كوم سا يفو اكسبتي مره كتجيك اون اوكازيون مره عندك بزاف اللي مهم هي ليتا ديسبري ما تلقوش الدراري فوالا حنا عارفين شنو باغيين خصنا نخرجوا من هاد لابول من بعد غنكونسونطراو في الماتش الثالث باش ندوزو ان شاء الله هادشي اللي كيامني ومن بعد غنشوفوا اش غيطرا بالحق ماتش ابخي ماتش. اجوردي هاد الماتش سالا ما خسرناش كنا نقدروا نربحوا كنا نقدروا نخسروا غنتعلموا منه مع الرطوبه مع لا شالور الماتش ديال الجوج ما كانش سهل لينا هادشي اللي تعلمنا اليوم بحق الحمد لله.